أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل مع تحديات سن الحجائج على أرضية هذا الميدان، ميدان دستور أحد أفرع وأذرع المرموم بدانة الدنيا دبي. شوطنا السابع عشر وهو شوط خاص بالحجائج الإبكار لفئة الإنتاج والمنتجين والمهتمين بهذه النوعية. نسير مع الصدارة نتابع بداية هذا الشوط والمقدمة وأرهني اللي قادة المجموعة الشعلة بالشعار حمد بن سهيل بن خيرات العامري تريها مع المركز الثاني الذاير لسعيد بن محمد بن مبارك المهيري. ننطلق مع المركز الثالث كي أرى نبا الزاهر بن فايل بن خريبيش العويسي يقدم نبا مع المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع أرى التقدم من الشواهين لأحمد بن سعيد بن سنان الحرسوسي، ومن الجانب الآخر مع المركز الخامس أرى التسلل أرى التقدم الانطلاق في هذه اللحظات. نتابع رموز لمعيوب بن علي بن معيوف الدرعي يتابع انطلاقة رموز مع المركز الخامس. المركز السادس تتقدم تصل جيوش لفيصل بن هادي بن فيصل العجب الشهواني بمتابعة جيوش مع المركز السادس. النقلة التالية مع المركز السابع تصل مغثة لسالم بن أحمد بالحوت العامري، ومع المركز الثامن المركز الثامن الشاهينية عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي. بينما ايضا انطلقنا مع المركز التاسع شعار بالكوس الذيبة مطر بن عيد بالكوس الفلاسي، وعاشر الانطلاقات عاشر التحديات الهام للسلطان بن علي بن رويشد النيادي يتابع الهام مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا للعشر المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع صدارة هذا الشوط مع البداية والمقدمة. وأرى هناك شعلة مشتعلة على المقدمة تقدم أحلى عروضها وأحلى انطلاقاتها، ومع هذا الشعار شعار حمد بن سهيل بن خيرات العامري. ما شاء الله تبارك الله بدأت تباعد المسافة شعار بن خيرات أحد المهتمين بفئة الإنتاج والمنتجين، قدم أسامي في الانتاج ورموز الانتاج، ياتي بتحديات شعله مع المركز الاول، ولكن القادمه مع المركز الثاني نبل زاهر بن فايل بن خريبيش العويسي، ووصلت شواهين احمد بن سعيد بن سران الحرسوسي مع المركز الثالث. رابع الانطلاقات الذائر لسعيد بن محمد بن مبارك المهيري، ولكن التقدم مع المركز الخامس رموز المعيوف بن علي بن معيوف الدرعي، والعودة مع الصدارة، العودة مع المقدمة، مع تحديات هذا الشوط، مع شعلة، مع انطلاقة شواهين أيضا اللي وصلت مع المركز الثاني، بدأت تتسلل، بدأت تتقدم، تنطلق بناموس هذا الشوط، شواهين لأحمد بن سعيد بن سنان الحرسوسي. من يتابع شواهين، ولكن شعلة من الجانب الآخر حمد بن سهيل بن خيرات العامري متابعا لشعلة. شواهين انطلقت بناموس هذا الشوط، المحاولات قائمة مع هذا الانطلاق مع تحديات شعلة. شواهين وشعلة، شعلة وشواهين، ولكن شواهين هي الأقرب لناموس هذا الشوط. وبهذا الأداء المتميز ياتي مع هذا الانطلاق أحمد بن سعيد بن سران الحرسوسي. شعلة 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 اللي بدأت تتسلل في اللحظات الأخيرة، تحديات هذا الشوط، شعلة 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 اشتعلت في الأمتار النهائية والنقطة الثانية لهذا الشعار. تهانينا لحمد بن سهيل بن خيرات العامري، وسلام للوقت سلام. شواهين مع المركز الثاني، أحمد بن سعيد بن سنان الحرسوسي المركز الثالث، جاءت نبا زاهر بن فايل بن خريبيش العويسي المركز الرابع، أرباح المسلم بن مخيت بن طاس العامري المركز الخامس، اللي في المركز الرابع فال لعمر بن مطر بن لاحق الهاجري، والمركز الخامس تصل مع المركز الخامس ميعاد لحمد بن سالم بن علي الجابر الحنزاب. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. لنا عودة مع التوقيت الزمني والنقطة الثانية في هذا الصباح لحمد
بن سهيل بن خيرات العامري جاءت بتوقيت زمني مقدار 4 دقائق 27 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. السلام للوقن سلام، بينما الوصلات مع المركز الثاني شواهين لأحمد بن سعيد بن سنان الحرسوسي 4 دقائق 27 ثانية وثمان أجزاء من الثانية، بينما الوصلات مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول مشاهدينا متابعين الكرام ثالث المراكز مع التوقيت الزمني 4 دقائق 34 ثانية و7 أجزاء من الثانية، بينما اللوصات مع المركز الرابع فال لعمر بن مطر بن لاحج الهاجري. تهانينا والناموس للجميع.